جزيرة الكنز لحد دلوقتي محدش دور فيها على الكنز، وده الفصل الأخير في قصة جزيرة الكنز الأولى سنة. فلو ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت تروحوا شوفوها وتعال يلا بينا. بيروح سيرفر للقراصنة يقول لهم أنا عرفت إن رجالة الدكتور معاهم السفينة، بس أنا بقى ما أعرفش مكانها، فندور على الكنز الأول بعد كده ندور على السفينة، والواد جوجو هيفضل معانا لحد ما نلاقي الكنز ونسيبه على الجزيرة ونرجع إحنا. إيه ده؟ قراصنة سمعوا الكلام ده وفرحوا جدا، بس جوجو قلق فشخ وخايف لا يكون فعلا بيفكر كده ومش هيساعد الدكتور زي ما قال. القراصنة بيربطوا جوجو بحبل علشان ما يهربش، وبدأوا رحلتهم البحث عن الكنز. الخريطة معاهم وشوية ويبقى الكنز معاهم، لحد ما بيوصلوا عند مكان جميل فيه ورد وطيور، وفجأة بيسمعوا صوت مورجان وهو بيصرخ علشان شاف هيكل عظمي على الأرض بيشاور ناحية الشمال. القراصنة قالوا دي أكيد خدعة من خدع فالن الراجل أبو بشلة فاكرينه، وكل ما القراصنة بتقرب بيظهر عليهم الخوف أكتر، وفجأة بيسمعوا صوت حد بيغني من بين الشجر. قالوا ده فالن، سيلفر قال لهم فالن مات يا شباب وركزوا عشان نوصل بقى ونلاقي الكنز، ده اكيد بنجان، المفروض ان بنجان كمان مات، ممكن ندور على الكنز وكفايه عايزين نروح. لحد ما لقوا قدامهم شجره طويله زي ما مرسومه على الخريطه بالظبط، وده معناه انهم خلاص قربوا للكنز. وقتها عين سيلفر كان كلها خوف وقلق. القراصنه ابتدوا يتحركوا ناحيه الشجره، وجورج وقف فجاه وقال لهم بصوا لقوا حفره كبيره في الارض، معنى كده ان في حد جه قبلهم هنا وخد الكنز. القراصنه وقفوا مصدومين. سيلفر ادى لجوجو سلاح في الوقت ده وقال له خليك جاهز. القراصنه فضلوا يحفروا تاني يمكن يلاقوا اي حاجه، بس لقوا عمله واحده. جورج وقتها بص لسيلفر بقرف وقال له انت مش قلت لنا ان في 700 الف عمله هنا ولا ايه، هو ده الكنز اللي سيبنا بيتنا وعيالنا عشانه؟ وبعدين شكلك يا سيلفر عارف حاجه عن اللي حصل هنا صح؟ القراصنه اتصدموا وفضلوا يبصوا لجوجو وسيلفر غضب، وهم حاسين ان سيلفر عارف ايه اللي حصل هنا ومين معاه الكنز. فجاه سمعوا صوت بنادق جايه من ناحيه الاشجار، ووقع اتنين قراصنه والتلاته التانيين هربوا. الدكتور وقتها خرج من بين الشجر ومعاه جراي وبنجون. سيلفر بيشكر الدكتور وبيقول له شكرا انك انقذت حياتي، بس بنجون بيبقى مقلق من سيلفر. وهم راجعين بيحكوا ازاي بنجون ساعدهم في انه لقى الكنز وخده حطه في كهف في شمال الجزيره، والكلام ده كله قبل ما هم اصلا يجوا على الجزيره، وقال للدكتور كل حاجه لما عزموا على جبنه. الجبنه طلعت بالجيبه ايه؟ ابو الكرم يا دكتور والله. ولما الدكتور عرف ان سيلفر هياخد جوجو والقراصنه عشان يدوروا على الكنز، راح مره تانيه هناك مع بنجان وجراي علشان يبطئوا حركه القراصنه، وبنجان غنى اغنيه بين الاشجار عشان يخوف القراصنه، وده ادى وقت للرجاله انهم يستنوهم عند الحفره جنب الشجره الكبيره. بيوصلوا للساحل وبنجان وجراي بيدمروا واحد من القوارب علشان القراصنه ما يعرفوش يرجعوا، وبياخدوا قارب تاني وبيروحوا كلهم على كهف بنجان. وجوه الكهف كان الكابتن نايم جنب النار وحواليه الكنز بيتدفى، وفضلوا ينقلوا الكنز للقارب في ايام، وفضلوا يدوروا على الثلاث قراصنه على الجزيره بس ما لقوهمش، فقرروا ان هم خلاص ده الوقت ان هم هيسيبوا فيه الجزيره، بس سابوا للقراصنه اكل ودواء عشان الانسانيه. رحله الرجوع بقى كانت صعبه جدا عشان طاقم السفينه اغلبه مات، ما احنا بقى في ناس بتموت من اول القصه، والكابتن وقتها كان مصاب ونايم على السرير بس بيديهم الاوامر، لحد ما بيوصلوا البلده في امريكا الجنوبيه، فبينزلوا وبيجيبوا رجاله من هناك تساعدهم في الابحار. وبعد ما رجعوا بالرجاله على اسبانيولا، بنجان قال لهم ان سيلفر اخد قارب وشويه فلوس ومشي، بس معدي زعل عليه علشان قرصان ملوش امان، قرصان وراح. وبعد بقى ما رجعوا لبيتهم بالسلامه وزعوا الكنز. الكابتن بطل يشتغل عشان اللي شافه كان كتير كتير قوي، وجراي اشترى سفينه وبقى الكابتن بتاعها، وبنجان صرف فلوسه كلها تقريبا على الجبنه. اما جوجو بقى فهو عايش حياه كويسه بس عقله تعبان، كان مع سيلفر والجزيرة. وتوتا توتا خلصت الحدوتة اللي هتمتحنوا فيها، وكان معاكم أم من أوضتها عادي. هروح بقى أذاكر الكلمات عشان أعرف حل كويس جامد.